السينسويدال سيجنال واحده من الحاجات المهمه جدا اللي احنا بنشوفها كتير، هي بيسيكلي بتبقى يا اما كوزاين يا اما ساين، اوكي، يا اما اي تو ذا جي اوميجا تي، هنتكلم فيها في الكومبلكس اكسبوننشال. اوكي، لو بصيت عليها بالشكل ده كده، البيريود بتاعتي هي عباره عن اوميجا نوت بريديان بير سكند او اف نوت بالهرتز، اوكي، اللي بتكلم على الفريكوانسي، الفريكوانسي بتاعتها. البيريود بتاعتها هي تي نوت، وتبقى الريليشن شيب زي ما كنا بنشوف قبل كده، هي عباره عن ان اوميجا نوت بتساوي توايس باي على تي نوت، او اف نوت بيساوي 1 على تي نوت، اوكي. والشرط بتاع الساينسويدال سيجنال هو عباره عن انها تبقى مايس انفينيتي انفينيتي طبعا. يعني الجزء اللي هو بيبقى هنا مثلا زي الثيتا هنا او اي حاجه موجوده هنا تعتبر كونستنت، دي بنسميها الفيز، ما تفرقش معانا في حاجه، يعني بيسك كاني بشفت السيجنال بتاعتي يمين او شمال. لو احنا فاكرين الجزء اللي هو كان بيتضاف على التي هنا، الجزء بتاع الديلي او الادفانس، ده كان ما بيأثرش على شكل السيجنال، كان بس مجرد انه بيعملها شيفت يمين او شيفت شمال. لو انا عندي سيجنال بيريوديك ومايس انفينيتي انفينيتي، الشيفت اليمين والشيفت الشمال ده ما بيفرقوش معايا في اي حاجه خالص، هما بس بيقولوا لي السيجنال بتاعتي بتبتدي فين. فلو انا حطيت اي شيفت على كوزاين او ساين او اي تو ذا جي، اوكي، ما يفرقش معايا في اي حاجه خالص، هو مجرد السيجنال بتبقى بيريوديك بس شيفتد، او بتبقى الاوريجن بتاعها بيبقى بيختلف حسب الاختلاف بتاع الفيز ده بيساوي كام.